Arrangement of sensitive manometer can be seen in diagram below. Well, if can, it can be measured that delta B equals zero as the fluid is at rest. يعني الوضع ده البريشر مفيش فرق في البريشر في الطرفين وبالتالي الارتفاعات زي بعضها وبداية قياسه لزد من هنا لتحت. بيقول the geometry of both sides of the manometer is symmetrical. الاريا دي قد الاريا دي ونفس الارتفاعات كل شيء. If the pressure acting down at P هنا في pressure زيادة there will be respective movement of the fluid in the bore tube and reservoirs. يعني هنا يكون في هينزل الفلويد لتحت زي كده ويصعد من هنا. طبعا الفرق ده سماه دلتا زد. الحتة دي سماها دلتا زد وهنا عن خط الاتزان نزل اتش على اتنين وهنا صعد اتش على اتنين. بيقول denoting the total height change from the left hand side وال right hand side in the bore tube as h. الاتنين دول مع بعض سماهم h and the height change in the reservoir delta z اللي هو ده. بيقول لي annotate يعني draw a diagram to show these changes. احنا اوريدي رسمينه فادي ايه ده الحل اللي هو الرسم ده. في البارت بي making use of the equal volumes the volume of fluid displays in the reservoir اللي نزل هنا او طلع هنا must be equal to the volume of fluid displays in the tube اللي نزل هنا او اللي صعد هنا. will derive an equation for the change in elevation above zero level اللي هو الدلتا زد and calculate its value f. مديني شوية قيم. هو شوية اللي نزلوا هنا دول الفوليوم بتاعهم ايه؟ خلينا نقول بارت بي اللي نزل هنا قد اللي نزل هنا او اللي صعد هنا قد اللي صعد هنا نفس الشيء. فنقول كده الاريا ريزرفوار سماها ار الاريا ريزرفوار في الاتش اللي هي الدلتا زد. طبعا الدلتا زد بس الحتة دي او الحتة دي مش قاسمها على اتنين. الناحية التانية بقى الشوية اللي هنزلوا دول عبارة عن الاريا تيوب في شوية دول اللي هم مش اتش بقى اتش على اتنين في اتش على اتنين. خد بالك ان كل واحدة في دول اسمها دلتا زد يعني عندنا اتنين دلتا زد لكن الاتش واحدة للكل فيبقى الحتة دي اتش على اتنين ودي اتش على اتنين. طيب واحنا عايزين مين؟ عايزين الدلتا زد. فالدلتا زد هتساوي ا تيوب في اتش على اتنين اريا ريزرفوار. تعال نعوض بقى بالقيم. الاريا تيوب بوينت دبل او سيفن فايف والاتش بوينت او سكس فايف متر والاريا ريزرفوار بوينت تولف يبقى 0.0075 في 0.065 عشان تبقى بالمتر تقسيم 0.12 طلع الرقم اللي قصادنا ده على 2 طبعا نسينا اللي هو 2.03 في 10 أس سالب 3 متر أو يساوي 2.03 مليمتر.